وخداما نارا تلتهب أمام الملائكة ورتلك وأسجد قدام هيكلك المقدس الليل ويا من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ وبركات على جميع نامين. وفي الغد أراد أن يأتي الجليل فوجد في لبس وقال يسوع اتبعني. وفي لبس كان بيت صيدا مدينة أندراوس وبطرس. وفي لبس وجد الاثنين وقال الذي كتب موسى من أجله في الناموس والأنبياء وجدناه وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نسنائيل هل يمكن أن يخرج من الناصرة شيء في صلاح؟ فقال فيلبس تعالى وانظر. فلما رأى يسوع نسنائيل مقبلا إليه وقال لأجلي هذا حق النصر لا غش فيه. فقال له نسنائيل من أين تعرفني؟ فأجاب يسوع وقال قبل أن يدوك فيلبس أن تحت شجرة التين رأيتك. فأجابه نسنائيل وقال يا معلم أنت هو ابن الله أنت هو ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له لما قلت لك إنني رأيتك تحت شجرة التين آمنت سوف تعاين أعظم من هذا. قال له الحق الحق أقول لكم إنكم ستنظرون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر والمجد لله. إفتنزون نصوماتو سيد فايقا بغار مطيفنوتي أوهم موين مهمات أو غن رومين مويناتو سمصناقني تتشو سي فاي بغورم بسرائيل من مزامير بين داود النبي بركاته على جميعنا امين. اعمال مجيده قد قيلت لاجلك يا مدينه الله هو العلي الذي اسسها الى الابد لان سكن الفرحين جميع فيك هللويا. من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء مباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذن ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. أنزل الأعداء على الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاة ليصبر رحمة كما كلم أباءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندهم نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت إلى بيتها والمجد لله دام من أبدين. سموغين أوهم بشان مالي صابت سنجيني جت اسمروت سخنين يومي بثمروت جبوطا انتتينيش وصناك نتيتش شوسي فاي بيبورم بسرائيل في سمارات جبيسني يوقن براني بشوي سنتيني قوم. مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للإنسان المتكل عليها هللويا. فصل بشارة معلمنا ماري والإنجيلي والتلميذ طار بركاته على جميعنا أمين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك يا ممتلئة نعم الرب معك مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. قال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك.
فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو زالي صبات نسيبتك هي أيضا حبل بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا أنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم للملاك: وذا نعمة الرب ليكن لك قولك. فمضى من عندها الملاك، والمجد لله دائما ابدا. جبريل بانجيلوس اقمى في روب الجدران، اقولت في جن الفتح جن يزبطوا ان خيره صناق نيت شوسي في بيبورم اسرائيل بسمروت جبيسني وبالفرادم شويس انتنيكم. مزامير 30 معلمنا داود النبي بركات الجميع امين. بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوته الصانعين قوله، بارك الرب يا جميع قواته قدامه العاملين إرادتها الليل يا. الإنجيل المقدس فصل نشاط معلمنا القديس متى الإنجيل بركات الجميع آمين. يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحته مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب اللآلئ الحسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في قضاء الدهر، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء، والمجد لله دائما ابدا. خيل بارخون الماني في اوي ان صوت ايد وين شرق اني قاسي سانجيلي كون ارشم شبيب سو امك شوي وصناخ اني اتشوسي فاي بيبورم بسرائيل بسمروت انجبي اسني يوخن فرانم شوي سنتيني بو. ترتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. الرب يعطي كلمه للمبشرين بقوه عظيمه، ملك القوات والمحبوب وفي بهاء بيت الحبيب اقسموا الغنائم هللويا. الانجيل المقدس من بشاره معلمنا القديس لؤي البشير بركاته علينا امين. وبعد هذا عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينه وكل موضع حيث كان هو مزمع ان ياتي، فقال لهم: ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا مرسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقلوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة، والمجد لله دائما أبدا. ماركوس بيا بوسطولوس هو بي إفانجيلستي بي مصر قاني إمقفر تديمون بني سنوتي وصناق نتتشوسي فاي بيبورم بسرائي إفس مروت جبي إسنيو إفراني بشوي سنتيني قول. زمير أبينا داود النبي بركاته علينا أمين. الذين لم تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم الليلويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا أمين. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها
ويشفو كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس أخوه، ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثلوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة وتداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثني عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، والمجد لدن. Iisus Hristos a vorbit din omii de slavin apostolosii, din ioștenie snosai, din aidon hrseia, o să nacne de șosii, faibe vorom besărai, vesmaro din cevesne, eu pe nefranim și senteni. مزامير وترتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين. نورا أشر للصديقون وفرح المستقيم بقلوبهم، أفرح يا صديقون بالرب واعترفوا لذكر قدس هللويا. الإنجيل فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري البشير بركاته على جميعنا أمين. وقبل هذا كله يلقون أيديكم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعف قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة الأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم تبطنون أنفسكم، والمجد لله دائما. ششنهم بفجوك وبرنجبيس وابجي ورجيوس البش بنور الأنوموس افتيها بروفنيني مصنق نهيد شوسي فايبي بقورم بسراي بس مروت نجبيس نيو الفراني بشاي سنتيني بو ترتيل أبينا داود النبي الملك بركاته علينا كلنا أمين. عجيبنا الله في قدسي إله إسرائيل، هو يعطي قوة وعزة لشعبه. الصديقون يفرحون يتهللون أمام الله وتنعمون بالسرور، هللويا. الإنجيل من معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا أمين. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحدا أن يأتي ورائك فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه، ومن يهلك نفسه من أجلي يجده. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجد أبيه والمجد الذي دائماً أبدي. ولقول إني تني تمني مطمئك تقاطيا للمني نبي أشف شوف إدئيري بي وصنقاتي وصناه من الشوسي غيبي بورم بسراي بس مروت جبي اسمي وقرفاني داود النبي والملك بركاته على جميعنا من مساكنك محبوبة أيها الرب إليك، وتشتاق وتزور نفسي للدخول إلى ديار الرب، هللويا. الإنجيل فصم معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا من، وكان يسير في كل مدينة وقرية يعلم، وهو سير إلى أورشليم. فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثير سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، من بعد ما يكون رب البيت قد أغلق الباب. وابتدأتم تقولون تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لهم: لكم لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم من أين أنتم، تبعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. هناك يكون البكاء وسرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطرحون خارجا ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب؟
ويتكون في ملكوت الله، وإذا آخرون يقولون أولين وأولين يكون آخرين، والمجد لله دائما أبدا أمين. أكشني فنتكم وإسموتي إمبارو سيد ويدوتي بنفر سوتت وإسترتب يتي سوءون موتن أرد وصلنا في النتج شوسي فاي بيبورم بإسرائيل بإسمروت جبيستيو بنمراني بشوي سنتينيكم مزمير معلم داود نبي وبركاته جامعنا مين صوت الرب عالمي إله أراد الرب عالمي كثيرة صوت الرب قوة للوانجي معلمنا من مثل بشير وتلميذ وبركاته على جمعنا مين حذاء زنجا يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأن تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا لك بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من ماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا إليه وصوت من السماوات قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والمجد لله دائما أفر مسرين جيوان نسم بيف ونقن جيليون يلاكي أمسم بسوتي قن ديم موت بيرزاني سوصناق نتجون باي بيبورم بإسرائيل باسم رود جبيسني وكيراني شايفين بينيكم من مزامير تراتي معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين افتحوا لي أبواب العدل كيما أدخل فيها واعترف للرب هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذيه قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معهما معها فحلهما وأتيان بهما وإن قال لكم أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما وكان هذا كله كي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا أمين وأنا مثل شجرة الزيتون المثمرة في بيت الله أتمسك باسمك فإنه صالح قدام أبرارك هللويا من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا أمين لأني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه وجميع الشعوب وجميع الشعب اجتمعوا والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه ثم قال الرب فبمن أشبه أناس هذا الجيل وماذا يشبهون يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون ضمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تبكوا لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون هو فيه شيطان جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكل وشرب خمر وحبل العشرين الخطاة والحكمة تبررت من جميع بنيهم والمجد لله دائما أبدا في
انسقوا نشتيخ النيس وابتيروا يوهنس بيفتيروس وصنع خميت شوسي قيبي بورم بسرائيل بس مروت جبيس نيو فلقان من شويس انتهيبو شلي رسل الأطهار المكرمين قائلا نابئا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصر لأذنكم لنا تسمع استحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسي في سؤالاتنا البطنة التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Morwich has hit Ecclesia in Tebib now. Oh, Morwich, Moyer of Ed Cathedral, Tenye Presbyte. Siakono with Yot, Emi Britain on his own. Afina Fosh in the Soto. Ah, Pork and Jeb, Choice of One. Katai taksis imelchi sedi. Toi sawina min mukbiniyot sawab min batri arshis baba batawadros bima esna. Min biniyot ne biskobus niyetki niman. Toi sawi are bede. Το καταλόγαν αγέιο Ευαγγέλιο το ανάνοσμα Σωσή Κύριε Με ζεμί Τερατήλ μου αλλημνα Δαούδ Ενέβιο Αλμελικο Τάιρ Παρακέτο Αλέιν Αμήν
مبارك الرب الإله، مبارك الرب يوما فيوما. إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه، مبارك هو الله. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما دخل يسوع مجتازا في أريحة، وإذ برجل اسمه زكا، وهذا كان رئيسا للعشارين وكان غنيا، وكان يطلب راغبا في أن يرى من هو يسوع، ولم يقدر من أجل الجمع لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يجتاز بها. فلما جاء يسوع إلى الموضع نظر إليه وقال له: يا زكا، أسرع وأنزل، لأنه ينبغي لي أن أكون اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحان. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين أنه دخل بيت رجل خاطئ ليستريح. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، ومن اغتصبته شيئا فأني أعوضه أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم وجب الخلاص لأجل لأهل هذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان إنما جاء لكي يطلب ويخلص من كان هالكا. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، جل ذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر ما سيصنع ربنا، لأن لك الملك والكل مجد الأبد آمين. Εμβεριστόν σύσος βέν σόιν εν όπιον φω Κύριε أيها السيد الرب يسوع المسيح، كلمة أب قد تعكل وربطت خطايا من قبل ألا مخلص المحية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وصلاتها المكرمين قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطايا غفرت، من أمسكتم عليهم ومسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين آمنوا في كانت في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي هؤلاء الموحين برسوم مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا، كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع قلب أو بالفعل أو بالقول أو بسهر القلب، فأنت كصالح حب البشر اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا وحال سائر الشعب. مين كيريا لايسون، كيريا لايسون، كيريا لايسون، مين الليل يمسح
patrike iuk iagium nematike in caim pensosion soni olmami moshimonim doi mojo min shaitin tut berestos ipshirim ipnotofshichon eroseli shotem mono noinana kechit kersim moistimit uibin timelshiseli imitfirlointi akubino gnaldi matzosala imatisut binti daviti sovienti solomon biebne mamrapitum vietovienti apostolos Sovianium, Mufin Meptahu, Rakim Binyot, Tayotan, Cherib, Baba, Tawadros, Nimnyot, Debs, Homos, Nikin, Motin, Tedia, اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض جلس غد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من شر ما شاء ربنا لان لك الملك والكون مجرى امين تفضلوا استريح كل سنه وانتم طيبين في حد الزعف النهارده احنا خلصنا دلوقتي دورة الزعف او دورة الشعانين اللي بنقف فيها عند 12 محطة او 12 من الاباء القديسين بنبتدي بامنا العذراء طبعا والبشارة والملائكة والاباء الرسل الشهداء القديسين الابواب البحري والغربي والابلي بننتهي بيوحنا المعمدان ثم في انجيل باكر كده يبقى انتهى دور الزعف اللي في ايدينا اللي وياه زعف يحطه جنبه وخلاص انتهى دوره في دورة الصباح دهيت بعد كده هنبتدي القداس كالمعتاد ارجو ان احنا نلتزم في اماكننا ونقلل الحركة جوه الكنيسة خاصة للاباء والشمامسة ونشترك في الصلوات بمنتهى الهدوء كده زي ما احنا قاعدين وهنبتدي بقى القداس قداس كالمعتاد ما فيهوش اي تغيير سوى ان احنا بنقرا فيه اربع اناجيل من معلمنا متى معلمنا مرقس معلمنا لوقا معلمنا يوحنا وبيستمر القداس للنهايه كما هو معتاد وبعد كده في النهايه بيبقى فيه طقس الجناز العام نبتدي دلوقتي بقى صلوات القداس اتفضل أليس نماس أوسي أوسو باتير بانتو كرتور بانجيات رياس أليس نماس صلاة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين شويسانا صلاة الساعة السادسة من النهار مبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود إنها بركاته علينا أمين
زكساس يوسف مقدس بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطيب بركاته علينا أمين. متى جاء المعز الروح القدس الذي سأرسله لأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع. سمعتم مني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء. لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي كذا أفعل. قم وننطلق منها هنا. أنا هو القرم الحقيقية وأبي القرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر وقي لا يأتي بثمر أقصر. وأنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم. والمجد لله دائما. ليكم قول الرب سلام والمجد لله تنم شبار السوس ومجوتنا السوس ومنما سوا جاءك سوت ماينينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تعليم القديسين وسلم كرمي في وقت الساعة الثالثة هذا تنظام الصالح. لكن أسألك أن تقدم في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جديد في عشائي. لا تطرحني من قدامك كروح قدوس لا تنزعه مني. سيبتريك يوك أجيب نمواتي يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تعليم القديسين وسلم كرمي في وقت الساعة الثالثة هذا تنظامنا الصالح. لكن أسألك أن تقدم في عشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما روحي وروح النبوة ولا فرح القداسة والعدالة والسلطة أيها القدر على كل شيء لأنك أنت هدي أنفسنا من يضي لكل إنسان أتي العالم ارحمنا. يا وليتي اللي أنت كرم حقاني الحمل عنقود الحياة نسألك المتنع مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم في يوما يهيئ طريقنا لنا ولا خلاصنا. ملك السماء المعز روحك الحاضر في كل مكان مالي الكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل حل فينا طاهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا. سبت ريكي أيوكي أجي من ماتي كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام لما أيضا كن معنا ومنحنا سلاما خلصنا نجي نفوسنا. إنك يا إنك سوسيون سونيون نامي إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نصبغ القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء تحل لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي بدا من العرش رحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات وصعد السموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دور امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اثامنا. يا رب اغفر زلاتنا. يا رب تكمل الشعب شيء من أجل اسمك قدوس أبانا وقدنا رزدنا قد يا رب نحفظهم. يا من هو بالخطير رب عنا. يا من هو بالخطير رب ارحمنا. أقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة المثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا. ادخلنا في تجربة لكن نجينا من شرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. زكساس يوسف مقدس بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطيب بركاته علينا أمين. لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزان لأن أنهم يتعزون. طوبى للضعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. توبى لأنكياء القلب لأنهم يعلنون الله. توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شهر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنما كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء لن يتر خارج أندوسه الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تطفى مدينة كان على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس
لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. ليكم قال رب السلام والمجد والله تنشو ورسوس ومجدت العصوص ومن ما سوى جاقيك سوت ما ينينا. يا رب يا مثل من سيد السوان سيد السمر تعالى الصديم نقل خطية للتقر علي أبودا فدوس مازل سف خطية المسيح لأنه خلصنا أنا صرخت الله رب اسمعني اللهم استقبل صلاتي ولا طرفت البطي التفت إلي واسمعني عشاء وباكر وقت زور كلامي أقول فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. سامت ريكي يوكي أجيب نماتي. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بخشوة حيث الميت موتك الذي هو اللسان الذي خلقته بذيك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحيا بالمسامير الذي سمرت أنقذ وكل امتياش العميه واليوشوة العالمية إلى تذكار أحكامك السمية قرافة. إنك أينك استوسيون استونيون نامي. إذ ليس لنا دال ولا حجة ولا معذرة من أجل قصر الخطايا فنحن بك توسل إلا يزول منك وطل عذراء لأن كثيرة شفاعتك هو يوم مقبول عند مخلصنا يتبطلت لا ترفض خطا مشفاعتك عند لزول منك لأنه رحم قد خلصنا لا نتألم منك الزنفل تدركنا رافة سريانك التمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجدك سنك يا رب نجينا واغفر لأخذها من أجل اسمك القدوس. إنك رأيك سوسيون سوسيون آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما وسط يديك طائرتنا على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. سابت ريك إيوك أجيب نماتي. نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأنما مشيت صورت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرف إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحان ومخلص لما أتيت تدعينا من يا رب المجد لك. إنك أينك استوسيون استونيون آمين. أنت يا الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وإننا النعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا. نعظمك يا أم النور الحقيقي نمجد جتر عزاء قديسة الله لأنك ولدت المخلص العالم متى وخلص وصل المجد لك يا سيد المسيح فخرسك لي شهداء لهزدكين سباتك نافرة غطايا نبشر بسوك الدوس لوطن واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل أدب نور من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي الله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس من مريم العذراء وصلب عنا على عدو الأصل البنطي تألم كبرى قام من بين الأموات صعد إلى السموات وجلس عن يمين أهله أيضا يأتي في مجدي ليهدي الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بصم الآب نسجد ونمجد ومعلاب والابن وقت الأنبياء والكنيسة والمقدسة جامع الرسولية والأكرم أنا أنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. نسألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا ارحمنا كيريه ليسون كيريه ليسون يا رب ارحمنا كيريه ليسون كيريه ليسون ارحمنا يا Yeah.
ورحمنا. كيري إليسون كيري إليسون يا رب ارحم. كيري إليسون كيري إليسون ارحمنا يا الله. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Kyrie eleison, Kyrie لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواء حل واغفر واصبح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظهيرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس أجدوع العين كرحمتك يا رب وليس كخطايانا في السماوات أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر ما سيصنع ربنا لأن لك الملك والكرم والمجد والأبد أمين مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما لنا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي بيرتو اجيون تيميون زورون توتون روزيرون تون كريلايسون ليلو يا فاي بيبي ايه هوي طايب شوي سيسامي ايه مارين سنين انتنو نوفر مون انخير اوهب شوي سيك امامي Oy choisek isoten moy epes maro otin jebi esni yochen vra emel choise a enle Kreator, Efes marot, enje befun organis en shirisos be Christos ben chois. Efes marot, enje be bnev maes oweb em barakli. Agios en seios agios en ebnevmagion amin plogitos kirios oseos estos eones amin nies nos tiros moe chois marois moe rofen genile os tiro jabef naita groeri egon uotimis miente chois obsaine amin Alleluia. Sebetri ke euke agiot nemati kininkai Christos ion aston ionun amin. Alleluia.
Шлиле флогите, Евьевлосевшие стосите, Ирни ба, Tosan berefer besnane fawen naet evnot evyotem ben shois awa benot ben suteresos be Christos jafres kovazine kona vraisenero na fareron afshoptenero faftiesoeron aftito tena venten shareyatai onosai. En sof o metrophobos and tavere eron. Chembaus who are fine no tear on teben on. Chenerin even in gibi bantocrator of choice even no. Kratur evyotim ben shois ova benot ben suteresos be Christos nashkurak ya rab ala kull hal wa min ajli kull hal wa fi kull hal لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاه وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وان يحفظ لنا علينا حياه وقيام بينا المكرم البابا الانبا تواضروس الثاني وشركائه في الخدمه الرسوليه ابائنا الاساقف المجتمعين معنا وان يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة عقارب على كل قوات العدو Yeah.
وخدام هذا اليوم، الأباء الأساقفة والأباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليلس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين بفم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الله الإنجيل ماري ماركس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس كيرلس، والقديس باسيليس، والقديس إغرغوريوس، من أفواه الثلاث مائة وسمعت عشر مقنعة بنقية والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس، من فم الأباء الأساقفة الحاضرين معنا، من فم حقارتي لأنه بارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار دور أمين. من بنيوت الطيوت نارشير في بابا أبا تواضروس، من بنيوت إبسكوبوس نيت Evangelist, Abba Marcos, Viabos,
طولوث شوي إمطنع الكويب ولنتني النوبي إنتني إمشي أنت بأرشي زي كون تسمر وتسيفة نصبي شرب مرتي روسي تشوي إمطنع الكويب ولنتني النوبي إنتني إمشي أنت نعطلو مروسي مرتي روسي شوي سيبور غورغيوس يوضور سبسترات اللاتي لوبات المركوري وطابا مينا انتني باياتي شوي امطنا الكوي بول انتني النوبي انتني امشي انت بنيوت الصواب انديك روز ابا فاروز بي انا خوردي شوي إمطنا الكوي بولنتين النومي إيتن نوئب شياري بولخم بنيوتف طايوت نارشي إبرس بابا فطوادرس إيتشوي سري مطنا الكوي بولنتين النومي إيتن نوئب شياري بولخم بنيوتف طايوت انديكيوت نيبس كوبوت نيتكي نيماني شو اوي طري مطان بكل بولنتين النوبيتين اشتم مقابة ريسوس نمك يودن عاصوس نمبي ابن مائس وشيعكي Εφιόν βίβαν το καρά ατόρ νεμτή χάρις εν τεβεπ μόνο γένιτ εν σύρι ίσον βεχερέστον βε εν σόι νεμτή κονούνια νεμτή ζωρία εν τεβε πνεύμαθ οάπ εμπάρα if not here.
فاستم رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كنيسة الله التي في العبرانيين بركات على جميعنا أمين. فلما جاء المسيح رئيس كهنة للخيرات العديدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد أي الذي ليس هو من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدمه الخاص دخل دفعة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم التيوس والعجول ورماد العجلة إذ ما نضح على المتنجسين يقدسهم لتطهير الجسد فكم بأحرى أن يكون دم المسيح هذا الذي من جهة الروح القدس قدم ذاته لله نقيا ليطهر نيتكم من الأعمال الميتة لكي تعبدوا الله الحي الحقيقي ولأجل هذا فهو واسطة عهد جديد حتى إذا صار موت للفداء معاصي العهد الأول حظى المدعوون به بوعد الميراث الأبدي لأنه حيث يوجد عهد بوصية فالضرورة داعية إلى حلول الموت بالموصى لأن الوصية ثابتة على الأموات إذ لا قوة لها ما دام الذي قررها حيا من أجل هذا العهد الأول لم يطهر بغير دم ولما خاطب موسى كل الشعب بجميع الوصايا التي بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوف قرمزي وزوفة فنضحوا على الكتاب نفسه وعلى كافة الشعب قائلا هذا هو عهد الدم الذي أوصاكم الله به كذلك أيضا المسكن وجميع آنية الخدمة نضعها كذا بالدم وبالاقتراب تطهر جميعها بالدم كالناموس وبغير دم وبغير سفك دم لم تغفر خطية فالضرورة داعية أن تتطهر أمثلة الأشياء التي في السماوات بهذه الأمور فأما السماويات فبذبائح أفضل من هذه قدرا لأن المسيح لم يدخل إلى الأقداس المصنوعة بالأيادي التي هي أشباه الأقداس الحقيقية بل إلى السماء نفسها ليظهر الآن أمام الله عنا ليس ليقرب ذاته مرات كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى المقادس في كل سنة بدم ليس هو له والآن فقد كان ينبغي له أن يتألم مرارا كثيرة منذ إنشاء العالم ولكنه الآن قد ظهر مرة واحدة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه كما أنه موضوع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة هكذا المسيح هو أيضا قرب ذاته مرة لكي يرفع خطايا كثيرين وأما المرة الثانية فيظهر بغير خطية خلاصا للذين ينتظرونه نعمة الله الآب فلتحل علينا يا أبائي وأخوتي أمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا
تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل إرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة واللهو والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض الخلاء عينها مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن وإسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعض كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، من يتكلم فأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها لله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين. وصلنا خنية شو Sos nem bekyotenagat
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعد 3 أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية وكان عليها علامة الجوزاء التوأمين، وكانت قد شتتت في الجزيرة، ورسونا على سيراكوسا فمكثنا هناك 3 أيام. ولما خرجنا من هناك درنا إلى رغيون، ومن بعد يوم واحدا هبت علينا ريح الجنوب، وفي اليوم الثاني جئنا إلى بونتيلوس فوجدنا هناك الأخوة فطيبوا قلبنا لكي نقيم عندهم 7 أيام. وهكذا جئنا إلى روميا، فلما سمع الأخوة الذين هناك بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى أبيوفورو وإلى 3 الحوانيت. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع، ولما دخلنا إلى روميا أذن لبولس أن يكون وحده مع الجند الذي كان يحرسه. ولما كان بعد 3 أيام استدعى بولس وجهاء اليهود الساكنين هناك، فلما جاءوا قال لهم: أيها الرجال إخوتنا، أنا لم أصنع شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، قيدت من أورشليم وأسلمت إلى أيدي الرومانيين، وهؤلاء لما فحصوا أرادوا أن يطلقوني لأنهم لم يجدوا في شيئا مستوجبا الموت. وفيما كان اليهود يقاومون الخطابة اضطرني الأمر أن أستغيث بالملك، ليس كأنني أصنع شيئا يوجب الشكوى على هذه الأمة. فمن أجل هذه العلة كنت أطلب أن أراكم وأن أتكلم معكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل أنا موثق بهذه السلسلة. أما هم فقالوا له: نحن لم يأتنا من اليهود كتابات لأجلك، ولم يقدم أحد من الإخوة فعرفنا أو قال عنك شيئا رديا، ونحن نرغب أن نسمع منك تلك التي تعتقدها، لأن من أجل هذا الخلاف الأمر ظاهر لنا إنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فجعل يقص عليهم ويشهد لهم لأجل ملكوت الله، ويقنع قلبهم لأجل يسوع من ناموس موسى والأنبياء من الصباح إلى المساء. فكان قوم منهم مقتنعين بما قيل، وآخرون لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال لهم بولس كلمة واحدة إنه حسنا تكلم الروح القدس من قبل أشعياء النبي مع آبائكم قائلا: انطلق إلى هذا الشعب وقل لهم: سمعا تسمعون ولا تفهمون، ونظرا تنظرون ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت أذانهم عن السماع، وطمسوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه إلى الأمم، وهم أيضا يطيعونه. وأقام بولس 2 كاملتين في محل استأجره لنفسه، وكان يقبل كل من يدخل إليه كارذا بملكوت الله، ويعلم بكل مجاهرة من أجل الرب يسوع المسيح، ولم يكن أحد يمنعه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. Oh,
Gelos nemni arşi angelos Dizit rahat
رسل إلى أطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وأما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصر لأذنكم لنا تسمع استحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلباطي قدي صلوا من أجل الإنجيل المقدس
سؤالاتنا الباطنة التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا مرويت شاس خنتك لسيا انت بيم لا مارو اسمو رفيت كاتدرا انت نيبرز بي تيروس جيابكو انو متيوت امي فريتن عن ايسو If in a pinjini so to no if in ono Ab or kinjim shoy so in if on si Jien suk bip uib shayning Kata it taksi simmel ching Sending Shoy so in a min muk bin yotis O a bin batri arshis Baba abba ta wadrus bima Isma Nimnin yotin ibis kobus niyet ki Nima Shoy sif e arid bit inu un khalli Christos ebshiri emet noti avshi echon yero saliman li Κύριε φλόγισον του κατά ματσέον Αγίου Ευαγγέλιου του Ανάνουσμα. Σωσή Κύριε من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك مرتل بركته على جميعنا موقوا في رأس الشعر بالبوق في يوم عيدكم المشهور ابتهجوا بالله معيننا هللوا لإله يعقوب خذوا مزمارا واضربوا دفا مزمارا مطربا مع قيثارة اللي الإنجيل معلمنا مرمت البشير بركاته على جميعنا ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع اثنين من تلاميذه قائلا لهما اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما فستجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلهما واتيان بهما وإن قال لكما أحد شيئا فقولا أن الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم
ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون وذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على تان وجحش ابن أتان. فلما ذاب التلميذان وصنع كما مرهما يسوع وأتي بالأتان والجحش وضع عليهما ثيابهما وجلس فوقهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابا في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها على الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: هوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوصنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هو هذا؟ فقالت الجموع: هذا هو يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى الهيكل وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب مواد الصرايف وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم لي عمر في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتب العجائب التي صنعها والأولاد يصيحون في الهيكل قائلين: وصلنا لابن داود، تزمروا وقالوا: أما تسمع ما يقوله هؤلاء؟ فقال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قد في الكتب أنه من أطفال الأطفال والرضعان هيأت سبحان، ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. والمجد لله وصنة ضابط بال ضابط في اسم روت جبي اسمي خبرا امم شوي سنتيني قوم وصلنا خني شوسي فاي ببورم بسرايل فس مروت جبي اسمي خبرا امم شوي سنتيني قوم. من إنجيل معلمنا ماري مرقس البشير التلميذ الطيب، بركاته على جميعنا أمين. ولما قرب من أورشليم وآتى إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت أنتما داخلان ليها تجدان جحشا مربوطا، وهذا لم يركبه أحد من الناس، فحلاه وأتيا به. وإن قال لكم أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقول: إن الرب محتاج إليه، وللوقت يرسله إلى هنا. فمضي وجد الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، فحلاه. فقال لهما قوم من القيامة هناك: ماذا تفعلان؟ تحلان الجحش؟ أما هما فقال لهم كما قال لهما يسوع، فتروقهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فركبا عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق.
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر من الحقول وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوه كانوا يصرخون قائلين: أوصنا مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. فدخل إلى أورشليم إلى الهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشرة. والمجد لله جدان أوصنا انتيس إبسيستيس بالين انتيس إبسيستيس إفيس ماروت إنجيفيس نيو خينوران إمم شويس انتيني قومت بيتم سيجن شيرو بمفطاليوت إيو أفشيخون إيروسليم وببينشتين ثبيو انجلس فوق الشيروبي من يوم ظهر في أورشليم راكبا على جحش بمجد عظيم وحول تقصني انجيلوس. أيضا من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا. وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد من الناس قط، فحلا واتي به، وإن سألكما أحد وقال لماذا تحلانه فقول له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فلما ذهب المرسلان وجدا كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ أما هما فقال: إن الرب محتاج إليه. أتيا به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع، وفيما هو سائر كانوا يفرشون ثيابهم في الطريق. وعندما قربا من منحدر جبل الزيتون ابتدى كل جمهور التلاميذ يفرحون ويباركون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروها قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وإن قوما من الفريسيين من الجمع قالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء نطقت الحجارة. فلما قرب ورأى المدينة بكى عليها قائلا: لو كنت أنت تعلمين في هذا اليوم هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب أن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة ومقدم الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. والمجد لله جدا أوصنا بصيليتو إسرائيل بالين بصيليتو إسرائيل في اسم روت جيفيس نيو
نوران امم شوي سنتينيكم في الطريق فرشوكم صان ومن الشجر قطعوا أغصان وهم يصحون بالألحان مصنف شيرين ضافي Προσευχή στο σιτή. Ειρηνή πάση. Ειρηνή πάση. Ειρηνή πάση. Ειρηνή πάση. سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتلبط قديسي صلوا من أجل إنجيل المقدس يا رب يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم إنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وروتش سلت إكليسيا أنت بف لاوس أمرو اسمو إيروفيت كاتدرا أنت نيبرس بيتي سوينا من مكبن يوتس هو ابن بطريرشيس بابا وتوادروس بما هي اسنا من نيوتين بسكوبوس نيت كينيما شوي صافي هاري بيت ان اون خان هللويا هللويا يسوس بخريستوس بشيري مفنوتي ابشي اخون يروسلم Cosumento agio evangelio. Tinge fez em Ramses em Gom,
Κύριε φλοξού του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγέλιο το ανάνουσμα. Δοξώσει Κύριε. الملك الطاهر بركاته علينا امين لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك توفى النزور في اورشليم استمع يا الله صلاتي لانه اليك ياتي كل بشر ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم فأخذوا سعف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون قائلين هوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل ووجد يسوع جحشا فركبه كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك راكبا على جحش ابنتان وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه إنما كتبت من أجله وصنعت له وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات ومن أجل هذا خرج الجمع للقائه لأنهم سمعوا أنه صنع هذه الآية فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا أنكم لا تنفعون شيئا هوذا العالم كله قد ذهب وراءه والمجد لله داء القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين وبنحتفل في هذا اليوم بأحد الزعف أحد الأعياد السيدية التي تممها ربنا يسوع المسيح قبيل صليبه وقيامته ويوم حد الزعف أو قداس حد الزعف هو يوم مشهود ولا يتكرر مثله طول السنة الكنسية يوم حد الزعف بيبقى موجود أربع علامات أو صفات لا تتكرر في سائر قداسات العام كله أول حاجة إن احنا بنيجي الكنيسة ومسكين حاجة في ايدينا مسكين الزعف والأمر الثاني
ان بيبقى في موكب بيتعمل بنسميها دورة الزعف او دورة الشعانين، وبنلف الكنيسة في نظام معين. الحاجة الثالثة ان احنا في القداس ده القداس الوحيد اللي بنقرأ فيه من البشائر الأربعة، بنقرأ نفس الحدث في البشائر الأربعة. يعني البشيرين الأربعة متى مرقس لوقا يوحنا سجلوا نفس الحدث، وبنقرأ كتبوه ازاي وسجلوه ازاي. الحاجة الرابعة ان بعد ما القداس بيخلص بنصلي طقس خاص اسمه طقس الجناز العام. واشرح لكم الاربع حاجات دول. اول علامة في هذا الصباح المبارك اننا نأتي الى الكنيسة وفي ايدينا الزعف، وده تعليم او وصية انك تأتي الى الكنيسة وليست يدك فارغة. وليست يدك فارغة جاي مسك حاجة. زعف النخيل هو الشيء اللي استقبله به السيد المسيح، وأغصان الزيتون، وفي الطريق فرشوا القمصان، يعني ملابسهم الخارجية خالص فرشوها على الأرض كنوع من الاحتفال والترحيب بدخول السيد المسيح. والزعف زي ما احنا عارفين ان النخلة احد النباتات الطويلة جدا والعالية اللي بتشير للانسان انك تهتم بالسماء. النخلة عالية كده كأنها بتشاور على السماء. والنخل زي ما احنا عارفين والثمر بتاعه البلح من النباتات المعمرة، وبتدي ثمر فيه غذاء كبير جدا، وفي انواع كتير. لكن زعفة النخيل نفسها بملمسها الناعم وشكلها الجميل والخطوط المستوازيه اللي موجوده فيها بتدينا وبتعلمنا ازاي الانسان يملك القلب الرحيم، زي ما الزعفة بتلاقوها فيها ملمس الشمع وطريه، وبتقدر تتشكل باشكال كتيره، بيعملوا بيها اشكال كتيره خالص كنوع من الترحيب ونوع من الفرح بدخول ربنا يسوع المسيح الى اورشليم. فمسكه الزعف بتعلمنا انك لا تاتي الى مسيحك وانت ويدك فارغه، لازم ايدك تكون عملت حاجه، والعمل ده المقصود بيه هو أعمال الرحمة الواسعة جدا. بنيجي مسكين زعفة النخل وبتصلي وانت ماسك كده الورقة الصغيرة ده، هي بتقول يا ريتني أكون زي هذه الزعفة وزي النخلة. حياتك تمتد نحو السماء ويدك تصنع الرحمة، وحياتك وانت على الارض هنا لكن بتنمو فيها روحيا وبتكون مثل النخل اللي قال عليه في المزمور الصديق كالنخلة يزهو. قامت القديسين قديس اي واحد فينا، والقديسين اللي عاشوا واللي عايشين في وسطنا قامتهم امام الله قامة عالية. لا نقصد القامة الجسدية ولكن نقصد القامة الروحية. فكأن النخلة أو زعف النخل بيدينا درس إنك تكون لك قامة روحية عالية، زي ما بنيجي نمدح واحد كده ونقول له إيه أنت مخلي رأسنا في السماء، يعني أنت بتعمل أعمال نفتخر بيها. حياتك أيضا يجب أن يكون فيها العمل لتفتخر به
أعمال الرحمة اللي تخلي راسك في السماء وتخلي حياتك كلها في السماء. دي أول حاجة. الحاجة الثانية بنيجي نعمل موكب الشعانين أو موكب الزعف ونعمل دورة في الكنيسة ونقف فيها في 12 محطة. ودورة الزعف ده هي دورة جميلة ولها معاني أيضا حلوة. بنيجي نقف قدام أيقونات القديسين زي مثلا أمنا العذراء أو البشارة أو الآباء الرسل أو الملائكة أو الآباء الرسل أو الشهداء، نفضل حوالين الكنيسة. بس خد بالك في كل محطة بنعمل أربع حاجات. أول حاجة بنقرأ مزمور وبنقرأ جزء من الإنجيل. المزمور بيمثل أبرار العهد القديم والإنجيل بيمثل أبرار العهد الجديد، فكأن الجديد القديم والجديد مجتمعين معانا. وكمان بنيجي مع أيقونة من أيقونات القديسين، أمنا العذراء مثلا أو الملاك مخييل أو الملاك غبريال أو الشهيد ماري جرجس، دول كلهم في السماء. فالحاجة الثالثة احنا قلنا أبرار العهد القديم وأبرار العهد الجديد، المزمور والإنجيل. النمرة ثلاثة السمائيين اللي هم بقى أمنا العذراء والملائكة والقديسين على اختلاف أنواعهم. والحاجة الرابعة احنا اللي موجودين في هذا الزمان اللي هم الأرضيين اللي موجودين وبيعبدوا ربنا بهذه الصورة. كأن في صليب كده بنعمله، السمائيين مع الأرضيين وأبرار العهد القديم مع أبرار العهد الجديد، دول كلهم بيتجمعوا في كل محطة وإحنا بنصلي صلوات دورة الشعانين. وده موكب بنسميه موكب النصرة، موكب النصرة. اسمع بولس الرسول يقول آية جميلة قوي: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الزكي. فده موكب، موكب كبير خالص. السؤال بقى اللي تسأله لنفسك: يا ترى لك مكان في هذا الموكب، موكب اللي بيمتد من الأرض لغاية السماء، اللي بيشمل قديسين من العهد القديم والعهد الجديد. تصور الموكب الكبير ده اللي واقفة فيه أمنا العذراء مريم، قديس ماري مرقس، قديس أبو سفين، ماري جرجس، أبائنا الرسل بالطبع، كل دول واقفين قديسين 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 في كل جيل وفي كل زمان. يا ترى حجزت مكان في الموكب ده؟ أحيان إحنا علشان ظروف الوباء وظروف المرض اللي موجود في العالم كله، الكنائس محدودة في الحضور وبنحجز، وبحجز عشان أجي أحضر في الكنيسة سواء هحضر قداس أو أحضر بسخة. يا ترى حجزت مكان لك في موكب السمائيين الكبير ده؟ يا ترى واخد بالك إنك يكون لك نصيب، ولا أنت خارج هذا الموكب، ولا مش واخد بالك؟ شيء مهم جدا إنك تنتبه إلى ذاتك ويكون لك نصيب في موكب النصرة اللي قال عليه بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. هو يقودنا في موكب نصرته. الموكب الكبير ده كله المسيح هو الذي يقوده ويمتد من الأرض إلى السماء. ده موكب الإنسان الذي انتصر على الضعفات وعلى الخطايا، اللي عاش في البر وفي التقوى، اللي عاش في المخافة، اللي عاش في المحبة، اللي عايش في حياته كلها وهو ملتفت رجليه على الأرض لكن فكره في السماء.
رجليه على الأرض بيعمل كل مسؤولياته، لكن قلبه عمران بالسماء. مين فينا ما يشتهيش إنه يشوف أمنا العذراء ويشوف أبائنا الرسل، يشوف ماري مرقس، يشوف القديسين الشهداء الملائكة الأبرار الصديقين؟ مين فينا ما يشتهيش كده؟ كلنا بنشتهي هذا. فما بالك بقى لما نقف وياهم في هذا الموكب، والموكب ده في ناس وصلت السماء واحنا على الأرض بنجاهد روحيا لكي ما يكون لنا نصيب في السماء. احنا مش بنحتفل بمجرد شكل من أشكال الطقوس وبس. خدوا بالكم، الألحان اللي بنسمعها وبنشترك فيها، الطقس اللي بنعيشه، كل دي وسائل علشان تساعدنا في حياتنا الروحية نتقدم ننمو. قلت لك اللي فاتت بتيجي وياك الزعف تفتكر النخلة اللي راسها في السماء. النمرة 2، الموكب ده المتجه إلى السماء اللي هو موكب النصرة. فإحنا بنعيش صحيح الطقوس دهيت، وطقوس جميلة وكلنا بنحبها خالص، لكن المهم إنك تعيش جواها، جوا الطقس، جوا المعنى، جوا المغزى، جوا الهدف من وراء الطقس، إن حياتك الروحية تنمو وتزدهر وتزداد. دي نمرة 2. نمرة 3 من العلامات بتاعت هذا الصباح المبارك إن إحنا بنصلي ونقرأ 4 أجزاء من الأناجيل. بنقرأ من الإنجيل المقدس بحسب البشيرين 4. وزي ما قلت لكم دي المرة الوحيدة والفريدة في السنة اللي بنعمل فيها كده فوق الدهس. طب إيه الحكاية؟ الحكاية إن إحنا بنقرأ نفس الحدث اللي سجلوه الشهود 4، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يقول لك الشهادة تقوم على فم 2 أو 3، تثبت الشهادة. عندنا 4، متى مرقس لوقا يوحنا. حدث تاريخي، دخل أورشليم ربنا يسوع المسيح، استخدم حيوان مسالم وهو الحمار أو الجحش. بس ده مش موكب الفاتحين، دايما الفاتحين يركبوا حصان وفارس وداخل بقى يفتح بلاد وداخل للحرب. أما ربنا يسوع المسيح فاستخدم هذا الحيوان المسالم جدا، واستخدمه وأهل أورشليم خرجوا علشان يستقبلوا ربنا يسوع المسيح بهذه البساطة الشديدة، الأطفال والكبار والصغيرين، وابتدوا يقولوا الألحان الجميلة بتاعتهم، أصنى في الأعالي، أصنى ملك إسرائيل. البعض كان يظن أنه دخل إلى أورشليم، وأورشليم دي مدينة الملك العظيم داود النبي، دخل إلى أورشليم علشان يحررها من الرومان. أصل في الزمن ده كانت فلسطين مستعمرة وأرض يهوذا، وأرض اليهودية إحدى المستعمرات الرومانية. وكلكم بتسمعوا اسم بيلاطس البنطي، هو كان الوالي المعين من قبل السلطات الرومانية واليا على اليهودية، وهو ده اللي في زمنه اتصلب السيد المسيح. هو قعد والي من سنة 26 ميلادية لسنة 36 ميلادية. المسيح عند تقريبا سنة 33 كانت أحداث الصليب، أو الأحداث اللي بنحكي عليها ده هي. فبنقرأ من البشائر 4 باعتبار أن المسيح جاء إلى أركان الأرض 4، جه لكل العالم. وبنقرأ كمان البشائر 4 ده هي لنفس الحدث، عشان الحدث ده اشترك فيه كل مراحل العمر، اشترك فيه الأطفال، اشترك فيه الشباب والشابات، اشترك فيه الرجال والنساء،
اشترك فيه الشيوخ، فكل مراحل العمر شاركت في هذا الدخول، دخول ربنا يسوع المسيح إلى أورشليم، شاركوا في الاستقبال. طب إيه الهدف الرئيسي من كده؟ إحنا بنقرأ من البشائر الأربعة كأن الكنيسة بتقول لك من فضلك عيش الوصية، عيش الوصية وانت طفل صغير، وانت شاب أو شابة، وانت رجل أو امرأة، وانت متقدم في الأيام أو إنسان عجوز. عيش الوصية، عيش وصية الإنجيل، عيشها، افهمها، عيش الحدث الإنجيلي. فكل ما كتب كتب من أجلنا ومن أجل خلاصنا. عيش، ما تبقاش موجود كده على السطح، ادخل إلى الأعماق، اعرف، ادرس، تأمل، اتكلم بكلمة الإنجيل، عيش فيها ليلا ونهارا زي ما بنقول في المزمور الأول، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. كلمة ربنا حاضرة قدامه، لأن كلمة ربنا هتدي لك شكل من أشكال الاستنارة. الاستنارة هي مش العملية عملية حفظ أو إن احنا نقول حاجة وخلاص، لا، ده حكاية إنك تخش إلى الأعماق، أعماق الكلمة المقدسة. في هذه البشائر الأربعة تجد عمل ربنا يسوع المسيح من أجل العالم كله، من أجل خلاص العالم كله. عيش وعيش وتمتع، وزي ما قديس بولس بيقول لنا عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. عيش واعرف وادرس وتأمل وتكلم واحفظ بكلمة الله. في البيت، كل بيت وكل أسرة، الشيء الجميل إنك أنت تستخدم في الحديث، حديثنا اللي جوه البيت، تستخدم كلمة ربنا، تستخدم الآيات، وتستخدم المواقف خالص. يعني يقولوا مثلا لما أنت تقفي في المطبخ بتغسلي طبقين أكل، يا سلام لو ذهنك افتكر كده لما المسيح غسل أقدام تلاميذه، يقوم الإنسان يحول الأفعال اليومية بتاعته وما أكثرها، يحولها من خلال الإنجيل، فيصير فكره دائما فكرا نقيا طاهرا. وقيسوا على كده حاجات كتيرة خالص، لما تقابل صاحبك وتقف تتكلم وياه أو رايح تتكلم وياه، تذكر مثلا تلميذي عمواس لما رافقهما السيد المسيح في الطريق إلى هذه المدينة أو هذه القرية. خلي الإنجيل، يسموه كده الإنجيل العملي أو المعاش اللي أنت بتعيشه كل يوم. دي نمرة ثلاثة، أننا نقرأ فصول أربعة من البشائر الأربعة في هذا القداس. أما العلامة الأخيرة من علامات هذا الصباح في هذا العيد، فهو ما يتم بعد نهاية القداس. بعد نهاية القداس بنصلي طقس اسمه طقس التجنيز العام أو الجناز العام، والطقس ده إحنا بنصليه أولا الهدف الرئيسي بتاعه هو الاستعداد، كن مستعدا، كن مستعدا. مستعد لإيه؟ مستعد إنك تغادر الأرض، فكن مستعد. إمتى المغادرة دي؟ دي عند ربنا. طب نعمل إيه؟ هنبتدي أيام البسخة، الاثنين والثلاث والأربع ويوم الجمعة، هذه الأيام ليس فيها صلوات أهم من صلوات تذكار لربنا يسوع المسيح، ما فيهاش قداسات، ما فيهاش رفع بخور، ما فيهاش حاجة خالص. فإذا سمح الله وانتقل أحد في هذه الأيام، شنكين إذا الكنيسة رتبت أنها تعمل جناز عام بنحضره كلنا وبينتهي برش المية لنا لأجسادنا، ولو ربنا سمح أن أحدا منا ينتقل
يبقى فقط يحضر صلاة من صلوات البسخة ويترش بمية الجناز ولا تقام ولا يرفع بخور. عشان كده الكنيسة رتبت صلوات الجناز العام ولها ثلاث أهداف رئيسية. أول هدف أنها تدفعنا إلى التوبة. إذا كان واحد عارف أنه هيسيب ويغادر هذه الحياة أحسن حاجة يعملها أنه يتوب. والحاجة الثانية أنه يرفع قلبه بالصلاة ويقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. والحاجة الثالثة أنه يستعد، يكون شخص مستعد فكرا وقلبا خارجيا وداخليا. فالكنيسة عملت الجناز العام بصلواته المعزية وبنصليه، وبعدين في نهايته بننال رش المية اللي بيجينا بيقول يا رب ادينا النهاية الصالحة. كلنا بنصلي وبنقول يا رب ادينا النهاية الصالحة، ونبتدي بعد كده ندخل في جو صلوات أسبوع الآلام والبسخة والمراحل كلها، انتهاءا بصليب ربنا يسوع المسيح يوم الجمعة، ثم القيامة المجيدة في فجر الأحد. فكأن الجناز العام ده وأيضا ده طقس فريد ما بيكررش. وزي ما قلت لكم الأربع علامات اللي قلتهم دول لا يتكرروا عبر السنة كلها غير في هذا القداس. نيجي القداس وفي ايدينا حاجة زعف، نمرة اتنين نشترك في موكب النصرة، نمرة ثلاثة نعيش الوصية من خلال البشائر خلال الإنجيل المقدس، ونمرة أربعة نستعد من خلال طقس الجناز العام. عشان كده النهاردة بيبقى يوم دسم ويوم مليان بالنعمة وبالبركة. نشكر الله إن احنا أعطانا الله أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة ونصلي في هذه الكنيسة الجميلة اللي افتتحت تقريبا من سنة كده، وبنشترك بعدد طبعا مش ده العدد الطبيعي يعني، لكن ظروف الإجراءات الصحية الواجبة اللي بناخدها بتحتم علينا كده، تفضيلا عن ان احنا الكنائس توقف عن الصلوات، فبيحضر عدد محدود، وبنعتمد على بقى الوسائل نقل التلفزيون والتصوير والحاجات دهيت لكل اخواتنا اللي ظروفهم ما سمحتش بالحضور. طبعا بنشترك في التهنئة الاباء الاحباء الحاضرين معنا كلهم، وكلنا فرحانين بهذا العيد اللي بيبقى مقدمة لأسبوع الآلام، وبنرفع قلبنا لربنا نقول يا رب بارك وارفع ضعفات هذا الوباء وهذه الجائحة عن بلادنا وعن كل الناس وعن كل العالم. ولازم ناخد بالنا من التركيز الشديد خالص زي ما بيقولوا تصريحات المسؤولين وتصريحات المنظمات العالمية بتاعت الصحة، إن موضوع الموجة الثالثة دي عالي شوية زايد شوية، لكن الحرص واجب. عندنا المثل ده موجود، الحرص واجب إن الإنسان يكون حريص. بنتجنب الزحمة ونتجنب الحركة كتير ونتجنب إن احنا نقف أو نقعد في أماكن مغلقة. مش بتكلم على الكنيسة، بتكلم بصفة عامة، لازم الأماكن تبقى متهوية كويس، وبنستخدم الكمامة على طول. طبعا احنا علشان بنصلي موضوع الكمامة بيبقى صعب علينا شوي، فعشان كده قلعينها، لكن مجرد نخلص القداس نلبس الكمامة على طول. كمان غسل الأيدي باستمرار، نتجنب ان احنا نكون قريبين لبعض، عملية التباعد دي مهمة. ناخد بالنا من كل الإجراءات، وننبه كل إخواتنا وكل حبايبنا وكل جيراننا إن احنا نعدي هذه الأزمة اللي مخلية العالم في بعض البلاد مقفولة خالص. بتسمعوا طبعا وبتعرفوا في الأخبار حاجات كتيرة قوي. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتنا جميعا ويفرحنا دائما. وأعتقد النهاردة أول عيد في الكنيسة دي نصلي مش كده؟
أول ما أول بس خلاص ما هو ما إحنا كنا أظن افتتاح كان في مايو اللي فات مش كده؟ كانت الدنيا خالص آه اللي إيه؟ شهر أكتوبر افتتحنا مع الرئيس في مايو والتدشين أكتوبر اللي جاي هنا كان في أكتوبر آه في أكتوبر آه ربنا يبارك ودايما فرحانين وطبعا أنتم محظوظين مش كده أنتم محظوظين حدش بيتكلم ولا نايمين محظوظين لا محظوظين جيتوا الكنيسه يعني اه بس لما ترجعوا بقى لاخواتكم تقولوا لهم ايه تقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين واحنا جايبين لكم البركه والنعمه من الكنيسه يعني برضو تشجعوهم شويه كده نعم ما غزهمش اه ما غزهمش ما حدش يغيظ حد يعني اه وتقضوا بقى أسبوع الألام برضو بمنطقة الحرس خميس العهد والجمعة الكبيرة وليلة العيد برضو بالحرس الكامل اللي كده ربنا يكون وياكم ودايما ربنا يفرحكم ويحفظ بلادنا وكنيستنا وكل الناس ويعطينا دائما أن نمجده في حياتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. اليوم تمت الأقوال من النبوة والأمثال كما تنبأ زكريا وقال نبوة عن إيسوس كريسوس وصناخ نتشوسي فايب بورم بسرا إلي في سماروت جيفيس نيو خين فران مبشوي سنتينيغو طبي مبشوي سريغون بنيوت سواب بطري عرشين بابا بطا ودرس بيارشير كانينو بنانيمون ويبشوي سريغون نيوت ثواب زيكيوس نيبس كوبوس نتكيني من تفكانينو في نانيمون شبز مرات جميوت نمشيرين ببن وماي ثواب اثرياس جيكي والتنوش تموس تنتيونا بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله رابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود ملاك قبل كل الدور نور من نور لا حق لا حق مولود غير مساولا في القول الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من روح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على أطباس البنطي المكبرى قام بين الأموات اليوم الثالث كما الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء الأموات الذي ليس ملك إقضاء نعم نعم بالروح القدس رب المحيا المصم الأب نسجد له نمجده مع الأب والأب نطف الأنبياء كنيسة عالم مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية حتى الخطايا ننتظر قيام الأموات وحياة الضالات وننتظر قيام إلى موت وحياة ظهر الآتية Save she is.
στασίτε. Ειρήνη πα. Και το πνεύμα τη. الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائك يمجدونك به قائلين مجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء وكل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرأس قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة الرب مع جميعكم روحك أيضا
مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المذجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والعروش والربوبيات والقوات وإلى شرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعيونا والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير فتور قائلين ننصت الشرابيم يسجدون لك والسرابيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بغواية العدو سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين من الأموات
في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في ليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد كنحو أعمال رحمتك يا رب وليس كخطايا السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتان ومن أن هذا هو بالحقيقة ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه خاص تلاميذ القديسين وسأطهر قائلا خذوا كل منه كلكم لأن هذا جسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة أيضا الكاسة بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا آمين وباركها آمين وقدسها لتلاميذ القديسين وسأطهر قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة يا آمين
تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدس وصعودك إلى السماوات نعتبر نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نسعى ذكر آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات سبحوك مباركوك نغضمك أسجد أدولك ننصت يجعله جسدا مقدسا له نورين وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لا من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم يا رب عطيبان للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان كيري ليسو طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء كيري ليسو ونعتا للفضلاء معونة للمساكين يا رب
قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل العساقف الارثوذكسيين الذين فيها. واولا اذكر يا رب ابونا الطباوي المكرم رئيس الكهنه البابا الانبا تودروس الثاني وشركائه في الخدمه الرسوليه بين العساقف المجتمعين معنا وسائر عساقفتنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس عساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا العساقفة المجتمعين معنا وسائر عساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامصة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامصة والقصوص والشمامسة والإبوزاكونين والسبع طغمات كنيستي إلا. يا رب في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ترحمنا كلنا ماعاً. ارحمنا يا الله ولا ضابطا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارة آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص هذا العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب فيها بإيمان الله. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. نبوء على أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والقرم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكمل سالمة بغير ألم ويغفر لنا. أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض للراحة ارصها ولتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك إكليل السنة بصلاحك
من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عينك لا تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم. بذيب شوي صهني بين صيني بين تبك منو جنيس انشيري اسرين ريش بير مبنتلي سوا بنطاق اريكا طاق سنب شويس انت كرب مبين يسوا بتيرو اي طفرانك يجنب اي اي من يوتي اسقو ني بطريرشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيويش ني افانجيليستيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس ني مبن ماني بيني نسمي اي طافقك اي اي فول خنف ناتي ان هو ذيسس واسمن اوت طيم برسانوس ان سيوني فين تي ثيوتوكوسس اواب تي اجي ماري سيطا سيجيف نوتي بلوغوس ان اسمي والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس ستفانوس ليس الشمام سؤال الشهداء وناظر الان انجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهب الفم والقديس يودوسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس باسيليوس والقديس ديمتريوس القديس إغريوريوس ناطق ملايات والقديس إغريوريوس صانع العجائب والقديس إغريغوريوس الأرماني. الثمان عشر المجتمعين بنيكيا والمية والخمسين بمدينة القسطنطينية والمئتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب
أبانا بيحنس الكموس وأبانا بابيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا ببولا الطموحي وعسكيا التلميذه وسيدين الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة الأربعين شهيدا شيوخ شيات والقوي القديس أنبا موسى وإحنس كاملقس أبانا أنبا دانيال الكموس وأبانا أنبا سيزوروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه وأبانا أنبا نفر السائح وأبانا أنبا قرص السائح وأبانا أنبا بفنوتيوس وأبانا أنبا يوحنا السائح وأبانا أنبا صمويل المعترف وأستوس وأبولو تلميذه والأنبا أبراموس كوف الفيوم والجيزة والكموس ميخائيل البحيري تلميذه والبابا كيرلس السادس رجل الصلاة والمعجزات والأرشزياكون حبيب جيرجيس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسمى بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب نحن نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا باركنا يا رب نيعهم آمين الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل لكن Amen.
يا رب إلى ملكوتك، لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم وبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا. فلنشكر الله الأب ضابط الكل ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية الغير الميتة. Amin, amin, prosevex asti. صار اسمك على الأرض كلها لأنه قد ارتفع عظم بهائك فوق السماوات من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحان. فهيئ أيضا يا رب نفوسنا لتسبح وترتل لك وتباركك وتخدمك وتسجد لك ولمجدك ونشكرك كل يوم وكل ساعة. كيريه ليسون كيريه ليسون يا رب مرحا لكي نعترف لك ونصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. Jesus be in shoy pas ke fala semon to kere o
الكنيسة نوبيون صو اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها استحقا بروحك ناصد بخوف الله مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين إيرني باسي كتب نوماتي سو مجي وان كهيمة ميونة لي سنوني سو خريستو طويتو سيو يمون آمين آمين أجيون تيميون سو مكيمة لي سنون Ιησού Χριστού το έτους εω ημών αμήν. Αμήν. Ιησού μεν εμπέσνου φεν τέμεν ουλ πενούτι φαϊβέχεν όμις μια. Αμήν. Αμήν. Την αγετή. Αμήν, αμήν, αμήν. Όμεν, όμεν, όμεν. واعترفوا للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولية الإله القديسة الطاهرة مريم وجعلها واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بلاص البنط وسلم عنا على خشب الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة آمين اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم زوك صاصين كيري زوك Oh, yeah.
Christos, ebshiri. Palm Sunday of the Paschal Week, Monday of the Paschal Week, Tuesday of the Passion Week, Wednesday of the Paschal Week, the eve of Friday, the third hour of the قديسي الليل
يا الليلو يا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم صبح في سما قوتي يا الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سبحوه على مقدرته هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سبحوك كثرة عظمتي هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سبحوا بصوت البكاء هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سبحوا بمزمار وكيثار هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سمعوا بدفوف وصفوف هللو يا هللو يا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سبحوا بأوتار وأرغن هللو يا هللو يا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم سنات الصوت هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل سبحوا باسم وجه التالي هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلنا هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم مجد ليل المجد للأب والابن والروح القدس هللويا يسوع المسيح ابن الله دخل أورشليم كينين كاي كيستوس ايوناس تون ايونون آمين هللويا إيسوس بخريستوس افشيري مفنوتي افشيخون ايروساليم جيب اسمروتي جيبيوتني مبشيرين نوم عيسو تتريا اجيك والتنو اجتمد تنتيون سجل فوق الشروب اليوم ظهر يروشيليم راكبا على جعش بمجد عظيم وحول طقوسني انجيلون في الطريق فرش شجر قطال أصان وهم يصيحون بالألحان وصنّت شيرين ضال
اليوم تمت الأقوال من النبوات والأمثال كما تنبأ زكريا وقال نبوة عن إيسوس بخريستو وصلنا خنتي تشوسي بتواضعه قد آتانا ركبا على جحش وهدانا فليفتضح كل أعدانا مع الشيطان المنجوس يا للعجب كيف رب العرش تواضع وركب فوق الجحش وقام الميت من النعش بين الشعوب والروس يا داود إلى متى الانتظار قم وحرك القيصار وافرح اليوم بالانتصار فقد زالت عنا البوس هذا اليوم المشهور الذي تنبأنا في المزمور فلنبتهج معنا وسرور ونسبح معني انجيلوس اجلس فوق الشيروبيم اليوم ظهر في اورشليم ركبا على جحش بمجد عظيم وحول طقوس نيانجيلو امدح الرب يا اورشليم مجد الهي بالتعظيم يا اللاوي ونفتلي مجدو رب القدوس يا ملك الذبيحة تسبح اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملك قليل مجد الله في العالي والسلام لله بالسر من الليل ويا دوك سابتريك ايوك يا جمن ماتيك In oshi volin goi moji o bin shoi si sus be Christos. Sotim monu o naina na kachiet charis im moi sisteme to ibin temel shi sedik. Dimit hello in te akubin o gina in te masu sala. Bi katech sot bin ti David ti sofia in te Solomon. Bibne man barakni tom vi tavi jin ya bustolo. Shoi sabi arim bon khinim ibtang o iratim bin yot ibtai o ten arshi ribs baba vata wadrus. Nimni yot ni biskobus ni Not in tent be after grow, Asian noise, Ronos, non mission, Rombin, man say you in Erinico. And if you in no Gajitiro, Sabin City, no Chan of Gin Colim. Tom Beverestos, Eriego, Tepkan in Novina, Volcano, Erin, Katavik, Nishten, like Kinilason, Kinilason, Kiev, Login, Son, and Miss Moiro, Stimitania, Kuni, Volgoin, Bismo. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض جلس غدا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر احنا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من شر المساء ربنا لان لك الملك والكرم والمجد والابد امين النبوات من حزقيال النبي بركاته علينا امين كانت علي و
وكانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب ووضعني في وسط الحقل، وهذا كان ممتلئا عظاما بشرية. وأمرني عليها من حولها كلها، فإذ هي كثيرة جدا على وجه الحقل ولابسة جدا. فقال للرب: يا ابن آدم، أترى أتحيا هذه العظام؟ فقلت: أيها السيد الرب إله الجنود، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لهذه العظام اليابسة: اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: هانذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأقسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون إني أنا هو الرب. فتنبأت كما أمرني، فكان صوت عند تنبؤي، وإذ زلزلة حدثت فتقاربت العظام لبعضها بعضا، ورأيت وإذ العصب كساها والجلد بسط عليها ولم يكن بها روح. فقال لي: تنبأ نحو الروح، تنبأ يا ابن الإنسان وقل للروح، هكذا قال السيد الرب: هلم أيها الروح من رياحك الأربعة وهب في الأموات فيحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح، وبينما أنا أتنبأ وإذ زلزلة قد حدثت، فقاموا واقفين على أقدامهم وكانوا جيشا عظيما كثيرا جدا. فقال لي: يا ابن الإنسان، هذه العظام كلها هي بيت إسرائيل، وهم يقولون: قد سحقت عظامنا وهلك رجاؤنا وانقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: هانذا أفتح قبوركم وأصعدكم يا شعبي، وأجعل فيكم روح الحياة، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون إني أنا الرب حين أفتح القبور وأصعدكم منها يا شعبي، وآتي بكم إلى أرضكم، فتعلمون إني أنا هو الرب، تكلمت وفعلت، قال السيد الرب مجدا للثالوث القدوس. اليس نماس اوسيوس وبتير وبنتوكراتور وبانجياترياس اليس نماس. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. جلس غدا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من شر ما سعى ربنا، لان لك الملك والكل مجد الى الابدين. In Christos Jesus me join le flogite e bevro se ci sta site e rinibasi e tobne umate so نقول ويا بعض صلاة الشكر، فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا ولنا خلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا قبلنا لي وأشرق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نصر ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافيين والظاهرين. انزح عنا وعن موضعك المقدس هذا وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا. لا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب بكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة الرافعة ومحبة البشر لك الإبنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود والإطباء مع الروح القدس. كريا ليسونك نيوبنو أوتيغاني تشيبيه Emo si oshima shwenjenik mechinit tinti ho ero oyo se om o se
قريب وكن بمقري Christian Youth Channel. CYC.